بسم الله الرحمن الرحيم. تمت بحمد الله عملية الانتخاب بالدائرة الأولى لعام 1916، وقد بلغ عدد الناخبين بالدائرة 78,643 ناخب. عدد الذين صوتوا 51,266 ناخب. بلغت النسبة المئوية للتصويت 65.2%. عدد الأوراق الباطلة 496 ورقة. وقد جاءت النتيجة على النحو التالي: الأول عدنان سيد عبد الصمد وقد حصل على 4,287 صوتا. الثاني عيسى أحمد الكندري وحصل على 4,077 صوتا. الثالث محمد مروي الهدية وحصل على 3,016 صوتا. الرابع عادل جاسم الدمخي وحصل على 2,758 صوتا. الخامس عبد الله يوسف الرومي وحصل على 2,731 صوتا. السادس صالح أحمد عاشور وحصل على 2,541 صوتا. السابع مبارك سالم الحريص وحصل على 2,444 صوتا. الثامن أسامة عيسى الشاهين وحصل على 2,270 صوتا. التاسع خالد حسين الشطي وحصل على 2,166 صوتا. العاشر صلاح عبد الرضا خورشيد وحصل على 2,131 صوتا. والله يوفق الجميع. مشاهدينا، حسب ما سمعنا طبعا النتائج من قبل طبعا المستشار عادل أحمد الدوسري رئيس مدرسة تجميع صناديق الدائرة الأولى.